تعدد خبر كان وأخواته كما قلنا في السابق، نفس الأحكام، يتعدد خبر المبتدأ ويتعدد كذلك خبر كان وأخواته. قد يتعدد خبر كان وأخواتها، والخبر المتعدد قد يكون من نوع واحد وقد يختلف. الأمثلة، قال تعالى: كونوا قردة خاسئين. الآن الفعل الناقص هو كونوا، فعل أمر، هنا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه أمر من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع اسم كونوا، في محل رفع اسم كونوا الذي هو قلنا فعل أمر ناقص. وقردة خبر كونوا، أو خبر كن، الفعل الأمر كونوا خبره قردة وهو مفرد، وكذلك خاسئين خبر ثان مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة، خبر مرفوع منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم. إذن تعدد الخبر ونوع الخبر هنا مفرد، تعدد الخبر لفظا ومعنى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. تكررت معنى كونوا، قلنا فعل الأمر ناقص وواو الجماعة هو اسمه، قوامين خبر كونوا منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، وهو قد جاء مفردا قوامين مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة، لله جار ومجرور، شهداء خبر ثاني، خبر ثاني لكونوا وهو منصوب أيضا بفتحة ظاهرة وبالقسط جار ومجرور. إذن لدينا خبران لكونوا، قوامين وشهداء، وكلاهما جاء مفردا. قد يتعدد خبر كان ويختلف في نوعه، مثل: بات الحارس ساهرا يحرس المصنع. الفعل الناقص الذي هو من أخواتي كان بات، نعم، فعل الماضي الناقص مبني على الفتح، الحارس اسم بات مرفوع بضمة ظاهرة، ساهرا خبر أول لبات، خبر منصوب بفتحة ظاهرة، ونوع هذا الخبر مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. يحرس المصنع، هذه الجملة الفعلية خبر ثان لبات، خبر ثان لبات، والخبر تعدد لفظا ومعنى، وذكرنا في حصة قادمة أن دليل التعدد المعنوي أنك تستطيع أن تكتفي بأحد الأخبار عن غيره، تستطيع أن تحذف الخبر الآخر وتكتفي بهذا الخبر وتكون الجملة تامة المعنى، هذا ما يدل على التعدد اللفظي المعنوي. ساهر الخبر أول ونوعه مفرد، يحرس المصنع جملة فعلية، فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والمصنع مفعول به. الجملة الفعلية بالكامل في محل نصب خبر ثاني للفعل بات، خبر ثاني. هذا الخبر جاء في صورة جملة فعلية، إذن يحتاج إلى رابط يربطه باسم بات. الرابط هنا هو الضمير المستتر، يحرس هو الضمير المستتر الذي أعربناه فاعلا ليحرس، هو الرابط الذي ربط هذه الجملة باسم بات. ساهرا خبر مفرد، يحرس المصنع خبر ثاني جملة فعلية. الشاهد في هذا الكلام أن الخبر تنوع، معنى تنوع أنه جاء مرة مفردا وجاء في الخبر الثاني جملة فعلية، عكس الأخبار التي سبقت كلها جاءت في صورة الخبر المفرد، أما هنا فاجتمع لدينا خبر مفرد وخبر هو جملة فعلية. بعض الأسئلة للتوضيح، بين الفعل الناسخ وخبره ونوعه. قال تعالى: وكانوا بآياتنا يجحدون. الفعل الناسخ معنا كانوا، هو الفعل الناسخ، واسمه هو واو الجماعة طب المتصل في محل رفع اسم كان، وبآياتنا بآيات جار ومجرور، وآيات مضاف ونا طب المتصل في محل جر مضاف إليه، يجحدون هو الجملة الفعلية، هي خبر كانوا. إذن خبر كانوا هو هذه الجملة الفعلية، يجحدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. الجملة بالكامل، الجملة الفعلية هي خبر للفعل الناقص كان. ما الرابط الذي يربط هذه الجملة باسم كان الذي هو واو الجماعة؟ لاحظ أن الرابط هنا كذلك هو واو الجماعة الضمير المتصل. صارت الأشجار أوراقها خضراء، الفعل الناقص هنا صار، هو من أخواتي كان.
والتاء تاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب. والأشجار اسم صار مرفوع بضم ظاهرة. أوراقها خضراء بالكامل جملة اسمية، هي الخبر، هي الخبر للفعل صار. إذن خبر، خبر صار هنا جملة اسمية، أوراقه خضراء، والدليل على أنها اسمية أنها مكونة من مبتدأ وخبر. أوراقه مبتدأ مرفوع بضم ظاهرة وهي مضاف، وها ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. خضراء خبر مرفوع وهو خبر هذا المبتدأ أوراقه. الجملة الاسمية بالكامل في محل نصب خبر صار، طبعا تحتاج إلى رابط، الرابطة الذي يربطها باسم صار هي كلمة أو الضمير المتصل ها هو الرابط. لماذا سميت كان وأخواتها بالناقصة الناسخة؟ ذكرنا هذا في الحصة الأولى. النقص سببه أن هذه الأفعال لا تكتفي بمرفوعها أو لا تكتفي باسمها عن خبرها، لا بد أن يذكر اسمها وخبرها حتى تكتمل أو يظهر معناها ويكتمل، وإلا كانت غير مفهومة. هذا معنى النقص. ومعنى النسخ ذكرنا أن النسخ هو أنها هذه المجموعة من الأفعال إذا دخلت على الجملة الإسمية غيرت أحكامها وغيرت إعرابها وغيرت المصطلحات التي كانت لها قبل دخولها. المبتدأ يصير اسماً لكان وأخواتها، ونعم يظل مرفوعاً لكنه اسم وليس مبتدأً، والخبر قلنا يتغير من جانبين، من جانب أنه صار خبراً لكان وأخواتها وليس للمبتدأ، ومن جانب آخر تغير حكمه الإعرابي، كان مرفوعاً وصار منصوب. ننتقل للمجموعة المقابلة.